المفروض انها تكون ضيف من درنا، ضيف من هل درنا يطلع معنا على السكايب كيف ما عودناكم في الحلقة الماضية. لكن باش تعرفوا الظلم والاضطهاد والجبروت والطغيان مقطوع الضيع لدرنا، لذلك ما نقدروش نحن نتواصلوا مع الضيف اللي بيحكي لنا على أهلنا في درنا شن سير فيهم. لكن نبو ناخذوا فيديو مع بعضنا نوروكم شن اللي سير في درنا بالضبط، شنو الرسالة اللي نبي نوصلوها لكم من خلال الفيديو هذا. عندنا فيديو للأعيان تو نشوفوه مع بعضنا ونرجع لكم إن شاء الله. نبي مواد غذائية، البطاطا وصلت عندنا من عند 10 جنيه، دوا الدحي وصل 15 جنيه، بمبة البنزينة ب 40 جنيه، بمبة الغاز ب 80 جنيه. نحن اللي نبوها، نحن في ليبيا دولة، هم يسمعوا فيي وهالشباب هم حاضرين، نحن نبو دولة ونبو شرعية ونبو جيش ونبو شرطة، هذا المطلب الرئيسي للدولة. نحن نبوه، نحن ما نشكرهين، ما نبوش نبوه، ما عمرهم راهم كدرنا ما تريد تقعد وحدها طلب زكي بروحها بدون هالمناطق المجاورة. هذا كلام تبي تفهمه منا. نحن نبو دولة، نبو قانون، نبو شرطة ونبو جيش ونبو حماية ظنانا. نحن حتى اللي كان يقاتل مع شبابنا مشى من هنا مجروح برسالة أيام الحرب بالدواعش، عطونا رسائل بلطونا الجرحى متاعنا، فوجينا توا منزلينهم في قوائم الإرهاب، كله اللي كانوا يحاربوا بالدواعش منزلينهم في قوائم الإرهاب توا هالوقت. أول واحد منهم ولدي نا، نحكي لك نا، ولدي نا مصاب، شلته من هنا الطبرق، ركب في طيارة، قلنا ما شاء الله، وصل لطرابلس وروح راه توا على على الفيسبوك، فهمتني؟ مكتوب من ضمن أعضاء الدولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كان مقام السلام وتأمنوا بالله وبرسول الله بنجدونا، حلمنا الطريق وتعالوا قدروا على ظنيانا واللي تبوها العمل بها. ظنيانا راهم في مجلس المصالح الوطنية، وقع ورقة على بياض للهوش، وقعوا على رسالة ورقة على بياض إن اللي تبوها ديروها. وش تريدوا منا؟ شنو المطلوب منا نحن نديروه؟ نال المطلوب توا مني، نال اللي نطلبها منكم نا ونتكلم نا بس ندرنا يا ابو نصر ويا سي محمد ويا سعيد، شكلوا اللجنه مصغره منكم انتم وتولوا القياده وحلوه فرجوا علي المدينه. ابره الانتي دي انتع امراض النساء انتع تشوه الجنين ب 700 جنيه في وسط عيال طبرك. نحن في درنا ما عندناش ندزوا فيها نشرب فيها من برا ب 700 جنيه وان شاء الله تخش شخره يهربوا لك تهرب الذي. نحن ماشي مطروح يا رجل نجيب نديروا حمير ونكبر.